السلام عليكم خاوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في قناة ديالكم رائد فلوغ سيزون 2. كما كنت تشوفوا لينا ما قدروش نديروا لي فلوغ برا في الزنقة، كلش مغلوق الحجر الصحي هنا في إيطاليا ولا في أوروبا، مغلوق كلش. ألوغ ندير فلوغ، تحب دير فلوغ سوا ديرو في الطونوبيل ولا ديرو في الدار، ولا تما تربطنا أنا با لو شو. الموضوع تاع اليوم خاوتي موضوع قلقني، ودوكا راني صايم. كنت راح ندير الفيديو البارح، ومن بعد كان راح الحال، قلت خلي غدوة إن شاء الله، نكون صايم باش نبرد قلبي، باسكو تكون فاطر شغل تبرد، تكون تقيل كدا طام ميم با أونفي، ماكش قادر ميم با تحكم كاميرا ولا. الفيديو تاع اليوم على قنوات زيكو، قنوات لي نشوفوها عباك. حنا دوك نفهمكم، حنا في الصوار اليوم في البلدان تاعنا في الجزائر ولا ولا حنا المهاجرين، السنه هذاك رمضان يلحق شغل برقناش في غلباش تشوف تلفزيون هكايا زعما تحس برمضان، باسكو رمضان هنايا شغل ما عندوش جو، يعني غير الا كنتو في العائله تصومو ولا تما تحس الجو شويه في الدار برك، بصح برا ما كاش الجو، الناس فاطره وماشي بلادك و الغالب تما نديرو تلفزيون باش نبروشيو زعما شويه هكايا، نقولو نبروشيو تشم ريحه البلاد، تشم رمضان، تشم ريحه رمضان تشم. وبعدها تخرج للقناه دير لك كاميرا كاش مسميه روحها ما على باليش، راني انا وراجلي ولا انا وهي وراجلها ولا الله ما على بالي، والله ما على بالي. المهم ندير لكم هنايا ولا هنايا، تشوفوا التصويره، راحوا جابوا شو كاميرا كاشي كامل اللي هضرتوا عليها ولا شفتوها ولا الكونسيبت تاعها، جيبوا واحد جان زوالي خيرهم، هما غير الزوا ولا هذاك اللي عنده مسكين نيه، والله عنده النيه بزاف ولا خيرهم باش يديروا بهم اكبر عدد من المشاهدات والباز ويتمسخروا به. كونكوا زعما الصحفي هذيك تزوج بها، كونكوا هي لاباس بها وشابه وعندها دار ودرام، وتصيد هذاك الزوالي مسكين اللي حاب يتزوج دو سارتان اج. في لوكا تاع هذا سفيان كانوا جابوا هذا سفيان، في لوكا تاع سفيان فوالا كانوا جابوا سيد في عمره 39 سنه سفيان هذايا، وصحفيه هذه هي صحفيه وميم طون حبت تدخل التمثيل زعما انايا وشابه وعندي دار وتسكن وتزوج بيا دوك وربحنا. انا حبيت نلحقكم ميساج للمخرج ورئيس التحرير وندب والسيناريو هذا، السي اللي كتب السيناريست هذا تاعكم زيرو، لحقكم ميساج برك، اعتزلوا الدومين هذا، والله العظيم اعتزلوا الدومين هذا، روحوا ديروا دومين واحد اخر، بالك تنجح في الفلاحه نتايا، بالك في الفلاحه تنجح، بالك في سبيغه بانتخ تنجح، بالك في ميكانيك، بالك مصاح الفن ما تنجحش فيه، ماشي الدومة تاعك. لا 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 محمد رسول الله، الفن ولا التمثيل ولا موهبة من عند ربي، مدها الإنسان اللي يحب. تلقى ديجان صغار ما قرا ما والو فنان طاير، وتلقى واحد قرا وكذا وكيما انتوما حابين كيما الأخرى صحفية حبت تدخل التمثيل، ما حبسي كي الصحافة، وحبسي التمثيل وريحي في الدار. انت لو كملتي شهر تاع رمضان كنت راح تزوجي ب 30 واحد، ديري رقم قياسي ندخلك في كتاب غينيس، 30 راجل تزوجي ان شاء الله يحبسوا لك ليميسيون تاعك هذه. راحوا جابوا انسان زوالي تمسخروا به، الزوالي هذاك اشرف منكم كاع كيما راكم، باسكو انتوما لو كان واحد لاباس به دراهم ونتحداكم، تكذبوني، كان واحد لاباس به دراهم، لاباس به جيبوه تمسخروا به تماك، ما تجيبوهش. علاش ما تجيبوهش؟ باسكو يصومبلي عليكم، تقول له تجي تسكن وكذا يصومبلي عليك، يقول لك انا ما نسحق لا نسى لا درامك. تسمى اللي من رحتو واش من فئه رحتو لها؟ رحتو اللي ما عندوش دراهم للزواول، هذه الفئه اللي خيرتوها. باسكو علاش؟ وخيرتو العباد صحاب النيه، كيما هو مسكين قال لها هذاك الصفيق، قال لها لهاد المونغول هذه بوكيمون هذه، قال بابا ويما ما على بالهمش، انا ما نقدرش نتزوج بك بلا بابا ويما. قالت له هذايا ميم راكي تمثلي بصح راكي مقتنعه بها، قالت له هذايا من جماعه لي بابا ويماه يحكموا بها. نقول لك حاجه يا بنت الناس، انا نرجع لك في بلاصه الناس قاعدتك، وان شاء الله يلحقك الفيديو، على بالي باللي يلحقك الفيديو هذا تشوفيه اوفيسيال، انا نرجع لك. حنايا رجال بشلاغمنا باللحيه بالرجله تاعنا بكلش، اه ونتبعوا نتبع يما ونتبع بابا وعادي. انت يا مراه ولا تشبهي للمراه، وباباك ويماك ما يحكموش فيك، ماشي كيف كيف حنا رجال يحكموا فينا مالينا، انتوما نساو ما يحكموش فيكم مالكم، ولا حديد قياس
تما الا عندك مالك ولا ما عندكش مالك ولا هذيك بين دوك انت وحدك فاميها، انت واحد يحكم فيك، ولو كانت تنطلقي بالك كي مطلوقه، لو كانت تنطلقي تزيد اكثر. ومن بعد خرجتي فيديو واحد اخر، خرجت فيديو واحد وقالت لهم سمحوا لي انا خاطيني، وانا قالوا لي دت وانا ممثله ولا ولا خاطيني وانا صحفيه حبيت ندخل التمثيل وخاطيك. ماهوش اعدادي، ماهوش تقديمي، ماهوش الاخراج تاعي انا، برك ممثله انه استدعاني المخرج محمد بن يحيى واعطاني فرصه في التمثيل. هذا مكان سمعتيكو قالوا لك ديري بونغا بونغا، تورني في بونغا بونغا ونحطوها، ومن بعد واش تقول لي انا خاطيني درت بونغا بونغا برك ها؟ هذا ما خاطيني انا خاطيني ممثله درت بونغا بونغا شخطات و جايحين، قسما بالله العلي العظيم غير جايحين، غير القنوات تاعكم غير حاشا السماء غير الزبل. ما رانيش حاب نخسر صيامي، انت فاتشة دي ماردة، وهذاك الصحفي هذاك هذاك الزبل راه جبتك كادو، او مد بنتك كادو، على ما تجيبش بنتك ولا مرتك ولا اختك، جيبهم يتورنيو مدهم كادو. يا اخي كاميرا كاشي نورمال ما فيها والو، علاش تجيبو انت صحفيه منغولا معوقه ذهنيا ولا علاش تجيبها هي وتبتل بها؟ هي بهلوله قالت انا خاطيني بهلوله، جيب بنتك فيش كاميرا كاشي عادي وتضحك الناس، جيب بنتك جيب اختك وقول وصيد الناس وقول لهم انا جبت لكم كادو، هاي اختي كادو مداكم كادو ربحوا بها. عباد انتوما عباد انتوما، ني فرح رمضان الشهر الكريم العام اللي فات دخلوا كباريات للدار، هذا العام تبهلي السقاطه تاعكم وانا كول اسكاكون اسكاكون تفطنوش. زعما تقول لي باللي الكونسيبت تاع كاميرا كاشي انك تنحي، وشنو هي كاميرا كاشي؟ تنحي على خاطري سواء انا مع الحجر الصحي ولا انا في الدار ولا مع الخدمه ولا كيكو سوا كيكو سوا، تنحي لي على خاطري كي نشوف كاميرا. بصح انتم راكم تزيدوا ديروا لنا الغمه ماشي غير انايا كامل، كاع راكم تزيدوا ديروا لنا الغمه، ديروا لنا القنطه. شوف الناس اللي تخمم يا رب، تعلموا سي تعلم، شوف الناس اللي تخمم. مستر بين كلمه ما يهضرهاش، كلمه ما يهضرهاش، ضحك دي جينيراسيون دي جينيراسيون، كلمه ما يهضرهاش. شوف لول تاع كندا كلمه ما يهضروهاش، ويديروا فيديو يقتلوك بالضحك بلا هضره، غير بلي جاست وجروب وديجان. ما عندناش حنا مواهب ولا لصقت لكم نتوما غير في الزوبيه هادي وهادي وهادي، بابا فلان وهادي بابا يماها فلانه وهادي باسكو كدا وكدا، تجيبها التورني وخساني راح فيها كاع خساني، يعني انت تاني لي يعني كي انت من هذيك الجهه وزدت لي فيلم تاعك زدتو من هذيك الجهه، ودوكا شغل خلاص دوكا واش ولينا نشوفو في التلفزيون؟ التلفزيون تاع الجزائر هما مديرو موان 18 ممنوع، وأون فامي ممنوع، ولا ديرو من تحت هكا كيما كي بكري ديرو هنا ديرو كاريروش، باش غير تدخل هكا راك قاعد في الدار اوب مع باباك مع يماك، غير دير التلفزيون تاعنا او بابا كاريروش بدل روح دير تيافا ولا لادو ولا تقدر طيح. ما فهمتش انايا والله العظيم ما فهمتش، دوكا يا رانا مسلمين يا ما راناش مسلمين، وهادو اللي قايمين على التلفزيون تاع الجزائر التلفزيون الجزائري شغل ما فهمتش انا عباك، انا حب ما تفرقش بين حاجه مليحه وحاجه ماشي مليحه، بين حاجه تقدر تقدمها للمجتمع محافظ جزائري مسلم ولا ما تقدرش تقدمها له. اسكو هذه فيها فايده للمجتمع ولا ما فيهاش فايده للمجتمع؟ اسكو راح يستفاد ولا ما راحش يستفاد؟ اسكو تضحك ولا ما تضحكش؟ حتى الضحك ما تقدروش تضحكوا العباد، غير القنطه الكذب لي زافو تاع الكذب، وتلقى بعض القنوات يحطوا لي زافو تاع الكذب، بعض القنوات يحط لك يجيب لك الشابه فلانه وفلتانه تاع الملاهي ديريكت في رمضان يحطهم لك، ولا فلان يبوس في فلانه شغل يما وما على باليش شغل جيحه في جيحه، ولا ممثلين هي وحده تحط روحها زواليه وهي ضاربه اللبسه من فوق الكوتشي وتفارتين قداك وكدا، وزعما تورني تورناج تاع وحده زواليه، ما تقدروش ما تعرفوش ما عندكمش لا لا ليسبري ليسبري تاع الفنان ما عندكمش، خلوا الفنانين واحد اخر وراكم يا بلا حدود، وراك يا عتمالي وراك يا وخلي صالح وقروت، الممثلين وكاين واحد اخرين كاين واحد اخرين قدم
وكاين دي جيل صغار بصح ما يخلوهمش يبانوا كيما هذوك تاع بليده هذوك ديجان كانوا داروا العام اللي فات العائله هايله ولا ما على باليش اون فامي واحد بليديين ما شاء الله يتورنيو يضحكك هادو ما يخلوهمش يبانوا وما لا لا يجيبوا غير فلانه وبونغا بونغا وبالوله هذيك دير كاميرا كاشي ودوكا صافو هذوك كاميرات كاشي راهم جايين دوك نبانو دوك يبانو لكم تشوفوا بلي غير الجياحه وكامل 99% مخدومين واللي ماشي مخدومين بهال الجياحه خوتي انا شغل نقسم معاكم دي فوا نطلق هكا دي فيديو باسكو تحكمني القنطه وتغيرني بلادي وين راهي تغيرني بلادي المستوى تاع الفن ولا تاع اي حاجه وراه ورا لا ديغراداسيون نقول لكم خوتي نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله موضوع جديد صح فطوركم كامل تشاو راكاتي.